ميت على قيد الحياة، قاعدة إسرائيلية تنتهجها ضد المدنيين في قطاع غزة، مستهدفة كل القطاعات الغذائية والتجارية والصناعية. فباتت غزة حلقة من الأزمات العشوائية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية لأكثر من 300 يوم. كان من بينها أزمة شح الأحذية التي يعانيها الأطفال قبل الرجال في بيئة حربية تمتلئ طرقاتها بركام المنازل ومياه الصرف الصحي، كما الأزمة الصحية التي يعاني منها كل سكان قطاع غزة. في هذه الجولة الخاصة لقناة الجزيرة مباشر نرصد لكم أهم المعاناة التي يعانيها سكان مدينة غزة، وهي أزمة شح الأحذية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين. يعني نلتقي هنا بأحد المهنيين لهذه الصنعة، يديك العافية حاج. أهلا وسهلا. لو تحدثنا عن مدى إقبال المدنيين على إصلاح أحذيتهم القديمة. والله المعاناة مشتركة شايف، الكل بعاني وكل بتعب، ما فيش كنادر جديدة ولا في أي حاجة جديدة، وكله قديم من رجع ترجع كله. صبرنيش أنا يا عبد محمد. طب إيش أهم، إيش أهم المعاناة اللي بتعانوها؟ رداءة الأحذية مرجع تعب، تعبها كثير. يعني هي رداءة فيش كهرباء وفيش. نلتقي هنا بأحد المواطنين من سكان المدينة، يديك العافية يا أستاذ. الله يعطيك الصحة رب. لو تحدثنا يعني شو سبب وجوده؟ وجوده جاء الله يجزاك خيط البوت تاعي ممزوع، ماشي جديد، ماشي أشر جديد عفوا، الجديد عندنا موجود غالي. ولا من سكان السجاية طلعنا فضولنا من دورنا عفوا، لأن بيتنا انهدم على أغراضنا على وعينا على كل شلنا عفوا. نطلب من رؤساء العرب ينظروا لنا في عين الرحمة أحد. إذا مستمرة هذه الجولة التي نرصد من خلالها أزمة شح الأحذية. نلتقي هنا بأحد المهنيين، يديك العافية. الله يعافيك. الله يعني لو تحدثنا عن مدى المعاناة التي يعانيها المدنيين من خلال إقبالهم على إعادة تأهيل وإصلاح ما يمكن إصلاحه من هذه الأحذية. اليوم احنا بنعيش معاناة مش طبيعية. ايش بدي اقول لك لما اقول لك اليوم زي ما انت شايف، انا بديش اقول لك، انا بدي اخليك تشوف، خلي العالم كلها تشوف ايش المعاناة احنا بنعانيها قاعدين في شمال قطاع غزة. احنا اليوم فيش عندنا أحذية، اليوم الغلابة بتمشي حافية في الشوارع. احنا تقريبا في غزة، احنا قديش في غزة؟ 70,000 ولا 700,000 بني ادم في غزة. 700,000 بني ادم تطلعش منهم ب 20,000 بني ادم لابسين شباشب والباقي حافي. انا مواطن بشتغل قاعد في البضاعة هذه، انا معيش امكانية اني اجيب شبشب ألبسه. اليوم انا 6 مليون حق الشبشب، 6 مليون حق الشبشب. اليوم احنا شوف احنا ايش بنعاني قاعدين، هذا كله بنعاد صيانته. احنا اليوم بنشتغله كله من اول وجديد، بنعيد صيانته. ايش نعيد لما نعيد فيه؟ انت عارف ايش بكلف هذا المواطن؟ هذا بكلفه 40 شيكل و30 شيكل. طب من وين يجيب المواطن؟ اليوم انت بدك، عارف بدك، بتقدر تقول بدك ميزانيه عشان تقدر انك تعمل شبشبك، مش تشتري شبشب. يعني انت جيت علي مفاجاه وانا قاعد بشتغل، انا بعرفش والله ولا في معاد بيني وبينك. لا طلع اشلاء اشلاء اشلاء، بدي افرجيك انا اشلاء ممزقه هنا، اشلاء بدي افرجيك اشلاء. يعني هاي اسم صاحب البضاعه اللي جايبهم، يعني هذول ناس. طلع كم من دبوس، طلع هذا كله بنعيد صيانته. تفرج هذا شبشب بلت بس. اليوم احنا بنلبسه هذا خول، اليوم هذا الشبشب بلت بس. هذا اليوم حقه 6 مليون الشبشب، 6 مليون. الناس مش ملاقيه اكل تاكل، اكل مش ملاقيه تاكل اليوم عشان الشباشب. اليوم عندنا يعني بتقدر تقول معاناه مش طبيعيه شمال قطاع غزه في موضوع الشباشب. احنا يعني بتقدر تقول انها لقيتها اسبوع ونص بنعاني معاناه مش طبيعيه. اليوم انا بشتغل على ايدي اليوم، ايدي بشتغل على ابره بشتغل، ومعايا مفك ومعايا شوف. انا بحس حالي وانا قاعد بشتغل في الشبشب هذا بالصندل هذا، الله يعزك، بحس حالي قاعد بسمكر سياره. اليوم معاناه مش طبيعيه شمال قطاع غزه موضوع الشباشب. احنا اليوم بنعاني، اليوم المواطن بعاني، اليوم احنا بنعاني معاناة مش طبيعية في موضوع الشباشب. يعني هذا برضي مين؟ مين برضي هذا اليوم؟ مين برضي هذا؟ مين برضي اليوم؟ انا اختي ولا امي ولا
جارتي اشوفها اليوم حافيه بتمشي في الشارع، اليوم فيش شباشب خذ هاي الشيء. هذا بنعمل، انا بعمله، انا بعمله هذا، هذا انا بعمله عشان ارض الغلابه، عشان ما اشوفش الغلابه في الشارع بتمشي قاعده حافيه. ايش بتستنوا قاعدين؟ بتستنوا الناس تشوفوها بتمشي في الشارع حافيه؟ الغلابه يا عم حافيين بيمشوا في الشوارع، حسوا فينا. ها خذ ابد، تعال اتفرج. تفرج ها، تفرج. هذا شبشب، هذا بده يعيد صيانته من اول وجديد. اليوم هذا حقه 6 مليون الشبشب، احنا بنعاني معاناه مش طبيعيه، بنعاني بنعاني بنعاني. هذا 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 جبل صغير من مليون جبل، هذا جبل الاحذية جبل صغير من مليون جبل. انا كل يوم كل يوم بستقبل من الناس فوق ال 150 200 شبشب موزع زي هيك، كل يوم كل يوم بيجوني. انا بشتغل، انا اليوم احنا بنشتغل اشلح. هي هي مواطن عادي، اضوي له صور لي هنا بالله، هي مواطن عادي، تعال هات شبشبك. ها هي شبشب، تعال اتفرج. هذا مواطن مواطن عادي. لا تفرج تفرج طلع 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 الشبشب، طلع كم من مسمار، 1 2 3 4، طلع كم من مره مخيط، طلع طلع طلع. شايف انت شايف انت انت شايف انت ايش المعاناه اللي بنعانيها قاعدين. انا لو بدي انا لو بدي اصور لك شغلات ثانيه في موضوع الشباشب، لا تقول الناس فعلا بتمشي حافيه قاعده، الغلابه حافيين. مستكملين جولتنا هذه، نلتقي هنا بأحد المدنيين. يديك العافية. الله يعافيك. يعني لو تحدثنا عن مدى المعاناة التي تعانيها في ظل شح الأحذية المستوردة، أنت كما كمواطن يبدو أنك قد لجأت إلى ترقيع الأحذية، حدثنا عن هذه المعاناة. طبعا المعاناة صراحة شديدة جدا، نضطر إلى يعني ترميم وإصلاح الأحذية وخاصة الشباشب اللي هي استخدامها بشكل يومي على مدار الساعة إلى إصلاحها أكثر من 10 مرات، إلى حين بلأها وتلفها بشكل كامل، حتى إنه يعني أطفالنا أرجلهم يخرجوا ويتمزقوا من تلف هذه الأحذية. شو السبب؟ شو السبب إنكم لأكثر من 10 مرات تعملوا على إصلاح هذه؟ طبعاً السبب واضح، الحصار الشديد، عدم توفر أي أحذية في الأسواق، وإن توفرت يعني أسعارها أضعاف مضاعفة. يعني إذا كانت ب50 شيكل قبل الحرب، الآن قرابة 300 شيكل، ولا يوجد يعني مع غلائها لا يوجد أي أحذية موجودة. شكرا لك. إحنا مستمرين في هذه الجولة الخاصة لقناة الجزيرة مباشر في البلدة القديمة، وتحديدا في شارع العطارين، يسمى شارع العطارين وسط المدينة. مستكملين هذه الجولة، يعني لو تحدثنا عن مدى الأزمة التي تعانوها كمدنيين في شمال مدينة غزة وفي وسط المدينة، أزمة شح الأحذية وإعادة إصلاحها، كيف تجد هذه؟ حتى كمان إحنا لما بدنا نعيد إصلاحها برضو فيش إمكانيات عندنا، الإمكانيات قليلة لأنه فيش كهرباء ولا في حاجة اللي نشغل مكان، ولما بدنا نشغل مكان وشي مكلفة كتير، وهذه لما تكون مكلفة كتير الشعب بيشتغلش، ولا حدا يعني بيستطيع انه يشتري له حذاء جديد ولا حذاء مستعمل ويصلحه. في عنا ازمات كتير في هيك شغلة. ليش؟ لانه عنا تقريبا سنة في هذه الحرب، والحرب يعني قحشت المنيح والعاطل في الازمة هذه. يعني حدثينا شو سبب وجودك كان عند بنعاود تصنيع صنادل الله يعزك للبنات، للولاد مش ملاقينهم، يمشوا حافين في الشوارع. بنعاش بنجيب الصنادل مقطعات ومهريات عشان نعدوا من التصنيع من اول وجديد عشان يلبسوهم. ما انت شايف الوضع كيف، والله يعين الناس على حالها. هل حاولتم انكم تستبدلوا تشتروا شيء جديد ولا ما؟ والله ما بنقدر، انا جوزي اتصاب في عينه وما بقدر يشتغل، يعني وانت شايف في شغل في البلد فيش، ما هنا مرميين يعني، ما الحال على الله يعني، والحمد لله عايشين. هل حاولت انك تشتري حذاء جديد يعني في ظل؟ فيش مصاري، ما عندناش ولا شيكل بالمره، بدناش حدا المصاري شحته. بدي اقول لك يعني بشكل واضح بالنسبه لمعاناه الاحذيه، هذه معاناه كبيره كبيره جدا على جميع المدنيين، وهذه يعني خلقت يعني عندنا معاناه انه ما نقدرش الواحد ده يطلع ولا ينزل من قلب بيته، ولما بدنا نطلع وننزل من قلب بيتنا الواحد صار يطلع غصب عنه. ليش؟ لانه فيش احذيه نمشي فيها. العزاء اللي بنشتريه بنيجي نعمره مره وتنتين وثلاثه وعلى الفاضي، بنروح بدنا نشتري عزاء مش قادرين نشتريه. العزاء اللي كان ابو 10 شيكل اليوم حقه 80 شيكل، ابو 15 حقه 100 شيكل، طب انا من وين بدي اجيب 100 شيكل؟
من وين بدي اجيب 80 شيكل وانا عندي 15 نفر بقلب البيت، وانا رب اسره ومش قادر انا يعني يلا مش قادر انا اطوق ان انا اعيشهم يعني العيشه اللي هم عايشينها الحمد لله عليها. بنقول احنا الحمد لله على من الله. في صعوبه كثير في الاحذيه ومفقوده كليا في قطاع غزه، هنقطع مسافه بعيده عشان نصلح الاحذيه، واسعارها اصبحت خياليه يعني. ايش بدك تعمل انت اليوم؟ بدي ارزق. اذا في كل ساعه تستمر فيها الحرب ضد المواطنين، تستمر الازمات وتزداد وتتشعب في ظل الحصار المطبق على المدنيين هنا. قناة الجزيرة مباشرة، عبد الله أبو كميل، مدينة غزة.